السلام عليكم. هاي هي الأجواء في كندا بعد انتهاء عاصفة ثلجية. طبعا بمنعش الناس زي ما انتو شايفين هناك تطلع تلعب، تتسحسل على الثلج وتنبسط. خلاص انتهت العاصفة، دائما بكون جو لطيف، في شوية هواء، لكن هاي هي الأجواء. طبعا لأنه داخل حديقة فالطريق غير منظفة، والناس بدأت البلدية بدأت تنظف بالشوارع. هاي هي أجواء الثلج. طبعا أكوام الثلج مكومة على أطراف الطريق. هاي هيك تبدو الحياة في كندا بعد انتهاء عاصفة ثلجية. طبعا في ناس تطلع بتعمل رجال ثلج وأشكال، لكن بما أنه إحنا حاليا تسجيل الفيديو في نهاية شهر 2، فتقريبا الناس نقدر نحكي زهقات. هاي طبعا النباتات كل شيء، ان هاي هيك الكرسي كيف يعني مغمور بالثلج للاخر زي ما انتم شايفين. فهذا هي كميه الثلج كافيه جدا، كبيره جدا. الطاوله نفس الشيء مغموره، فهذا دليل انه ايش كميه الثلج كبيره جدا.